هوكز الكريسماس والنيو يير عباره عن ايه؟ تعالوا نقول يلا، هوكز الجنزبيل او الزنجبيل والقرفه. محتاجين قد ايه؟ 145 جرام من الزبده وتكون بدرجه حراره الغرفه. محتاجه كمان 150 جرام من السكر البني. طبعا ينفع سكر ابيض عادي، وهحكي لكم قصه السكر البني والسكر الابيض دلوقتي. 160 جرام من العسل الاسود او دبس التمر. اذا ما عندكيش عسل اسود وعندك دبس تمر شغال معانا، مفيش اي مشكله. بيضه، ويكون حجم البيضه نفسه مش البيض البلدي ولا بيضه صغنطوطه، يعني نستكبر كده حجم البيضه ونستخدم بيضه واحده. 440 جرام دقيق، معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقه صغيره جنزبيل باودر، ومعلقه صغيره قرفه باودر. نقدر نحط له ايه كمان مع القرفه والجنزبيل؟ نقدر نحط ينسون مطحون او نجمه اليانسون بس نطحنها، نقدر نحط قرنفل، جوز الطيب، يعني نبهره بالحاجات اللي احنا بنحبها، بس لا غنى عن الجنزبيل والقرفه مع بعض. اي حاجه تانية هتبقى اضافات، وارد ان الولاد ما يحبوهاش قوي، او ان احنا نحس ان طعمها فيه حاجه غريبه، او نخليها جنزبيل وقرفه فقط، وكده هيبقى كفايه جدا. بصوا هقول لكم على حاجه، انا مثلا انا طلبت سكر بني، بس السكر البني اللي جالي سكر بني زي ما انتم شايفين كده، هوريه لكم دلوقتي، خشن شويه. لو هنستخدم سكر بني في بليز، لاني مش هستخدم ده. السكر البني اهو زي ما انتم شايفين، بصوا خشن ازاي. فمع البسكوت كل ده هيحبب في البسكوته، اوكي، مش هينفع نشتغل بيه. لو هنستخدم سكر بني يبقى لازم استخدم السكر بني اللي هو معجن في بعضه كده، تحسوه لازق في بعضه وماسك في بعضه، بنطلعه بالعافيه من بعضيه كده، وبيبقى ملزق في بعضه جدا. ده هيحبب على البسكوته نفسها، فيعني يستحسن ان احنا ما نستخدمش السكر البني الا اذا الملزق في بعضه ده، ولو مش كده يبقى نستخدم سكر ابيض عادي جدا، وهناخد اللون من العسل الاسود او دبس التمر، فما فيش مشكله. هنشغل العجينه بتاعتنا، ونقدر نحط الكلام ده برضو بالمضرب الكهرباء، يعني نشتغل في بالمضرب الكهرباء عادي. يلا بينا، هنحط الزبده اول حاجه. انا هحط سكر ابيض دلوقتي عشان زي ما قلت لكم السكر البني اللي عندي اللي هو الخشن، احط سكر ابيض. طبعا يستحسن يبقى السكر الابيض برضو من النوعيه اللي هي ناعمه شويه. ما علينا ما علينا، هحط البيضه وهضرب كل الكلام ده مع بعضه، وهو شغال هحط العسل الاسود. العسل الاسود جنبي اهو، هضرب وهحط العسل الاسود. يلا بينا. انا هنا كده حطيت العسل الاسود، الزبده، البيضه، ولسه هكمل ضرب علشان عايزه القوام يبقى كريمي. وخلال ما انا بضرب الكلام ده مع بعضه هكون مجهزه الدقيق على البيكنج صودا كده، على القرفه والجنزبيل الباودر. حد هيقول لي لو عندي جنزبيل فريش ايه رايك نحطه؟ بيبقى حلو جدا، بس اذا
الولاد مش هيتضايقوا من طعم الجنزبيل الفريش. تمام، بس لو هنحط الفريش يبقى هنحط الفريش مبشور هنا في مع السوائل، اوكي، مبشور على الناعم خالص، لكن يستحسن الباودر علشان بتبقى نكهته اخف شويه من الفريش. هقلب كده كل الحاجات دي على بعضيها بالشكل ده، هكمل ضرب وانزل الدقيق. تعالوا نبص كده على العجينه اخبارها ايه. هلمها بقى بايدي واطلعها من العجينه. يلا بينا. ايه، ثانيه واحده. تمام، قولي ايه. لا ما كنتش سامعه. اوكي، انا بجمع بس العجينه كلها بايدي كده، هوريها لكم حالا. يلا عجينه كوكيز عاديه جدا، يتميز فيها انه العسل الاسود او دبس التمر طعمه واضح، الجنزبيل والقرفة، اللون المميز للجينجر بريد كوكيز اللي احنا متعودين عليها او بنعملها طول الشتاء. اوكي، نرش كده رشة دقيق من هنا ومن هنا. البس جلوفز تانية علشان اعرف اشتغل. يستحسن ان احنا بعد ما نلم العجينه ونطمن انها اتعجنت كويس، لان العجينه دي من الكوكيز اللي بتتعجن، فنطمن انها تمسكت كده ودخلت في بعضيها وكله بقى تمام زي ما احنا شايفين، والعجينه بتبقى ناعمه معانا وتحفه وخطيره وكل الكلام الجميل ده، بتبقى بالشكل ده. اقوم عامله ايه؟ حطاها في كيس او لفاها بورق، وبعد كده هدخلها الفريزر او التلاجة على حسب. أوكي، تمام. المفروض اني بحطها في كيس، بس انا مش جاهز عندي كيس دلوقتي، هحطها هنا كده لحد ما يبقى عندي كيس وهدخلها التلاجة. طيب يستحسن قد ايه؟ تدخل التلاجة ساعة، ساعتين، ليلة كاملة. ليلة كاملة ده يعني أحلى حاجة، أحلى حاجة إنها تدخل التلاجة وتقعد ليلة كاملة في التلاجة. طلع لكم بقى اللي عملناها وجاهزة إن احنا نفردها. حط كده، آدي دي اللي عاملينها وشايلينها علشان تبقى متماسكة جدا ولذيذة جدا ونقدر نشكلها براحتنا. كده كده كده، وناخد برضو رشة دقيق بالشكل ده كده، ونبتدي نفرد فيها. في مقادير تانية بالكوباية يا رغدة كانت عندك مش كده؟ ولا كله بالجرام؟ اوكي، فين؟
حلو بقى نفردها كده. هو انا ما ينفعش اشتغل بيها عادي يعني باللي احنا عملناها؟ لا ينفع، ما فيش مشكله، بس انا بتكلم بصراحه على يستحسن الافضل لنتيجه افضل. ده هي بتطلع ماسكه اكتر من كده كمان، خدوا بالكم يعني هي كده كمان ايه، طريه ولذيذه، بتقعد اكتر من كده في الثلاجه، بتمسك نفسها. لو مش عايزين الكوكيز دي تبقى طريه شويه، لان هي ساعات لما بتقعد بتطرى، ما تتخنوش قوي البسكوته يعني، على حسب، في ناس بتحب البسكوته دي تخينه شويه، التخينه شويه دي بتطلع بتكون طريه شويه مش مقرمشه، لو عايزينها مقرمشه بتكون رفيعه بقى من واحنا بنشكلها دلوقتي. بشكل بقى، نقيت بقى شويه اشكال كده، شجره وايه تاني، تعالوا نعمل الشجره، يلا بينا نقطعها بقى، يلا هنا 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 اهي، انزلي. لازم نحطهم في دقيق على فكره، اي اسمها ايه، قوالب دي ولا اسمها ايه، اشكال، اشكال، بحطهم في دقيق كده او في نشا عشان ايه يفكوا معانا. نعمل بقى كل الاشكال اللي احنا بنحبها، بس دي ما عملتش شكل قوي، عملت من غير رسمه، مصر يبقى من غير رسمه. عندنا كمان البوت ده بيبقى لذيذ اهو، بيدخلوا الفرن ربع ساعه او 10 دقايق، وبياخدوا لون لوحدهم من غير ما نفتح شوايه ولا اي حاجه، الاحتفاظ بيهم في علبة صفيح أو إزاز هيكون ألطف حاجة. نعم أشيلها؟ أوكي. نعم كده أوكي، دي باظت إن شاء الله بإذن الله. الشكل ده عندي شكل كده غلس قوي، الشكل ده بيطلع شكل البسكوتة تحفة في الآخر. أنا مش عارفة أنتوا شايفينه ولا لأ، هما مش شايفينه صح؟ أهو ده رخم جدا على فكرة ومش بيطلع، بس هحاول أطلعه على قد ما اقدر، هحطها في الدقيق الاول، بس هي عشان يعني حاول معاكوا كده، تعال ها مش بيطلع بس هحاول، انا عارفه، لا لا مش بيفضل بقى جوه، بيفضل جوه في كل مكان. حطيت دقيق بس هو غلس، لا مش شغال اهو، باظت. ايوه مش نافع خالص، انا عملت بيه واحده بس يعني، عملت في البيت وهو طلع واحده بس، فخلاص ايه الحمد لله ما يجراش حاجه. يلا احنا قربنا خلاص نلملم هنا ونحط كله في الفرن على طول. طبعا العجينه بنستخدمها كتير يعني، اللي باقي اللي حوالين داير ده بنجمعه عادي جدا وبنستخدمه تاني. طيب انا بقول كفايه كده عشان الاشكال ابتدت تغلس عليا. يلا نجمع بقى ده ونعمله بعدين كده. احنا شفنا كل الحركات بتاعتنا، الصينيه قدامنا فيها كل الاشكال اهي، وادي العجينه نجمعها. انا بسيبها ترتاح بس دقيقتين وبعدين بفردها تاني عادي وبكمل تشكيل بالاشكال بتاعتي.
طبعا تقدروا بقى تعملوا منها على شكل بيت كده، ونعمل الجينجر بريد هاوس. يلا ندخل ده هنا الاول في الفرن كده، ان شاء الله اقل من ربع ساعه كمان ويكون استوى. هو بيبقى اخد اللون البني، اتنفش شويه، ولما بيطلع بيطلع طري شويه زيه زي اي كوكيز عادي جدا، فبالتالي ما بقربلوش لحد ما اطمن انه تمام. برضو لا لسه انا لا عايزه اسيبه شويه، معلش عايزه اسيبه دقيقتين. اوكي طلع بس ده فوق، طلع ده اللون زي ما انتوا شفتوا، اقل كمان من 15 دقيقه. هنحطهم هنا جنب كل اخواتهم ونلف الرولز